السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه الأوقات المباركات، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونحن في هذه الأيام المباركات أيضا فيه التفريط وبعض يعني السقطات التي لا بد منها من بشرية الإنسان، ونسأل الله جل وعلا في علاه أن يلزمنا الطاعات الماحية لهذه الزلات. نحن مقبلون على عشر، هي أفضل العشر على الإطلاق كما قلنا أمس، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك أقول بأن ليلة القدر هذه الليلة العظيمة، الليلة المباركة، العشر الأواخر من ليالي رمضان، أفضل العشر في السنة أو في العام بأسره لمثل هذه الليلة، ليلة القدر. ليلة القدر متنقلة، يعني تتنقل في العشر، قد تكون في 21، 23، 25، 27، 29، وليس الترجيح أن ترجح في يعني ليلة أو في يوم معهود، أو تكون في كل عام في هذه الليلة، ليلة 27 مثلا كما يعتقد الكثير، لكلام أبي بن كعب رضي الله عنه والكلام أيضا ابن عباس رضي الله عن جميع، أو 21 عندما قال جابر، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها في الرؤيا في المنام وكانت في ليلة 21. المسألة حقا هي في العشر الأواخر، حتى في الشفع منه، حتى في الشفع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في 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 تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في 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 خامسة تبقى. هذا 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 كله فيه دلالة على أنها قد تأتي في 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 الليالي الشفعية كما تأتي في الليالي الوترية، لكن جاءت الأحاديث أغلبها جاءت على التأكيد على أنها تأتي في الليالي الوترية. وفيها كما قلت أن النبي كان يشد المئزر، وكان يعني يشد المئزر، ومع ذلك أنه كان ينحي نفسه عن أزواجه، ما كان يقترب من أزواجه في هذه العشر، وكان يشغل نفسه بالصلاة وأيضا بالاستغفار والذكر. وأقول إخوتي الكرام، يعني البعض يفهمون من أن الإنسان كان يشد المئزر ويعني يترك الأهل، يشد المئزر ويحيي الليل، أنه يحيي الليل كله. ورد سنن النسائي بسنة صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي ما أقام ليلة كاملة قط. عندنا اتصال، تفضل. ماشي يا أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد، دكتور، الله يبارك فيك ويرفع قدرك. رضي الله عنك يا محمد، رضي الله عنك. دكتور، بارك الله فيك. هل أقراص البرشام وحقن الجلوكوز اللي أعتقد أن عدة ساعات تغذي في الجسم، هل أقراص البرشام إيش؟ أقراص البرشام اللي هو البرشام وحقن الجلوكوز، هل هي من المفطرات؟ أقراص البرشام يأخذها من فمي وتسأل تفطر ولا ما تفطر؟ أيوة نعم، بارك الله فيك. وحقن ماشي، حقن الجلوكوز اللي اعتقد عدة ساعات تغذي في الجسم. نعم نعم نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، شخص يعني هو كان صايب وبعدين مرض وبعدين نوى انه هو يفطر بس ما فطرش، بس هو نوى بس، هل يعني مجرد النية يبقى فطر؟ طيب ان شاء الله، ماشي بارك الله، احسن الله لك. معي من؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابا شريف، أجل صح يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بكلمك. رد الله عنك يا حبيبي، تحت امرك. ربنا يبارك فيك ويمتع الأمة بعلمك يا رب. الحمد لله. عندي كم سؤال يا شيخ لو سمحت. تحت امرك يا حبيبي. الامر السؤال الاول، هل يجوز شراء الذهب بالقسط؟ بالقسط يعني. نعم. طيب، انا ادركت الامام في الركعة الاولى بس ما قرأتش الفاتحة، هل لحظة. السؤال الثاني ماذا؟ ادركت الامام في الركعة الاولى، نعم، بس ما قرأتش شجرة الفاتحة، هل يجوز ان انا اعيد الركعة ولا هي كده تمام؟ انت ادركت الامام في الركعة الاولى ثم رويدا، بس ادركت الامام في الركعة الاولى ثم لم اقرأ الفاتحة، لم اتمكن من قراءة الفاتحة.
لما كان لان الامام كان بيقرا ولا انه كان سيركع؟ كان بيركع، كان هيركع يا شيخ، كان هيركع. طيب يعني ما في وقت تدرك فيه قراءه الفاتحه؟ لا كان في وقت انا ادرك فيه الفاتحه. طيب اتفضل. والسؤال الثالث بقى يا شيخ لو سمحت، تحت امرك. هل الدعاء في السجود افضل ام تعظيم الرب؟ حاضر ان شاء الله. ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. ربي يرضى عنك حبيبي، أحسن الله إليك. إذن يجب علينا في هذا الباب، نعم، أن نقول بأننا مقبلون على هذه الأيام التي هي الخاتمة، وكما قلنا يعني الخير المدمرة تكون في آخر العدو، تسرع جدا. وحتى أصلا كان الصحابة الكرام إذا عليهم الشيب اجتهدوا أشد اجتهادا مما كانوا فيه شبابهم، لأن الإقبال على النهاية لابد الإنسان أن يعطي كل ما يملك وكل ما يتقن وكل ما يحسن في آخر الأمور، فالأعمال بالخواتيم. مع اتصال مع الأستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود، ران إشارتك. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. عندي سؤال بخصوص الجنائز. تمام. الجنائز؟ احنا عندنا الجنازة هنا لما نطلع الجنازة. نعم. نظام العائلات هنا بيبقى مثلا بيبقى في سور بيحط الجنازه بتاع العائله. في سور ايش؟ سور ايش؟ سور بيحط المقابر نفسها، يعني. نعم. المقابر جوه السور. نعم. تمام. الناس بتخش تصلي داخل السور صلاه الجنازه، وده على ما يعني انا عايز اعرف، يعني بيبقى في بحج تاني يقول لك ما فيش مكان نصلي بره السور. نعم نعم. نعم. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا لما بروح صلاة الجنازة دي ولا جوم بصلوا جوا السور مش برضه أصلي، لأن بسمع إن ما ينفعش صلاة الجنازة داخل السور. نعم. تمام. السؤال الثاني، لا في شيوخ يعني الناس معتبرها عندنا في البلد بقى إن هم أهم كده وشيوخ يعني، ومع ذلك بعد صلاة الجنازة بيقف كده على القبر يقعد يخطب ويعلي صوته والناس تتلم حواليه ويقعد يخطب، والناس تقول لك يا عم أنت بتخترع، ده عادي الخطب عادية. نعم. السؤال بقى الثالث، معلش يا مشير، لو واحد مثلا متعلق بسمع المباريات، بيسمع مباريات ماتشات كوره وكده، ودي مثلا في الصيام قبل المغرب كده سمع مثلا نص ساعه ماتش كوره ولا حاجه، عادي؟ حاضر ان شاء الله. ماشي، شكرا. تحت امرك. مع الاستاذ جمال. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ جمال. الله يخليك يا شيخ. تحت امرك يا حبيبي. تحت امرك. نحبك بالله. أحبك الله ويحسن فيه، أنا أشرف وأتشرف وأمتلئ شرفا بذلك. الله يخليك. لا الدماء الملاعين اللي هم بيردوا عليك دول، أنا مش عايزك تنرفز نفسك منهم. أنا مش بتنرفز، أنا بس بدافع عن عرض النبي وبدافع عن عرض الصحابة، فلازم أطير الرقبة. ردوا عليهم بهدوء وهم ما يستاهلوش إن الواحد يتنرفز عليهم. لا أنا مش بتنرفز. أنا بس بصفه بأنه خبيث وأمه خبيثة، أن هي بلت الدنيا كلها بمثل هذا الخبيث. كافر كافر يتعرض للصحابة بالسب والشتم، ماذا تريد أن يفعل؟ أبتسم وهو بيقول بذلك ولا ماذا؟ إن ربك لهم لبالمصراد، هم بعتهم في سوريا، هم ببطوا في أوكرانيا، أنك هم إن كان روس ولا الله فيها. الله يجعلنا من جنده نحن والله. بس هم ربنا لهم بالمصراد، أنا مش عايزك تنافس نفسك، خليك في الهدوء اللي أنت فيه ده. طيب حاضر. عيوني وراسي عراسي. رضي الله عنك يا جمال، حفظك ربي. كما قلت لابد من الاجتهاد والجد والاجتهاد، وايضا لابد من التعلم، لانه العلم مهم جدا، ان تتعبد لا جل في علا على بصيره، لان الاعمال باسرها مرهون القبول فيها ان تكون صالحه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. نعم. ما اتصل الاستاذ صايب من الكويت. ماشي. رانا نشاطك الصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. نبارك لكم هذا اليوم المبارك 17 من شهر رمضان المبارك، وحياكم الله إن شاء الله. سماحة الشيخ. نعم. عندي سؤال واحد كذلك. فقط. رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله عليك. سؤال واحد فقط ممكن فضيلة الشيخ؟ تفضل أستاذي، تفضل تحت أمرك. نحن في أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فعلى الناس أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة، وأريدك أن توجه كلمة إلى المجتمع الذي تكثر فيه كثير من الفواحش من الرقص والغناء وشرب الخمور، وخاصة في المملكة العربية السعودية في عهد ألبان.
احمد بن سلمان. نعم، اين الرجل؟ طبعا عنده. طيب خلاص، هي كلمه لكل الخير ان شاء الله. حاضر استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللقاء مغفرة تثبت لذتك لأنها ضعيفة. ماذا قلت؟ أنا سمعني، أنا ما سمعتش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو كانت مغفرة تثبت لذتك لأنها ضعيفة. نعم، لكنها ضعيفة. نعم، أحسنت أحسنت، رضي الله عنك حبيبي. الله يرضى عنه وعنك يا شيخ محمد. تحت أمرك استاذ محمد، أحبك في الله. حبك الله الذي أحبتني فيه، أنت فوق رأسي. الله يرفع قدرك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حافظ ابن حجر: يفقهه ويفهمه. أسأل الله يجعلك منه. يا رب أمين يا رب، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب، وأنت والسامعين اللهم أمين. سؤال بس أسألك بالله أن تدعو بالشفاء لحمزة، أنا ولد حمزة. حمزة هذا حبيبنا، ويعني لو تعرف كيف يملأ قلوبنا سعادة. الله يشفي قدرك، الله يقر عينك به ويحسن إليك. ولك بمثل والسمعين والسمعات يا رب. إن شاء الله يكون أسد الأمة بإذن الله وأسد السنة. ولك بمثل والسمعين والسمعات يا رب. رضي الله عنك حبيبي. الله يرحم دكتور محمد. جزاكم الله خير محمد. أحسن الله. محمد. عندي سؤال لك. جزاك الله خير. عندي سؤال تكرم. أحبك الله تعالى فيك. جزاكم الله خير. عندي سؤال اسمع دكتور محمد. راني شرطك أستاذ. الله يرفع قدرك يا رب، الله يرفع قدرك. الله يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون. نعم. طيب كيف أفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني زكاة وفاة خير لي، وفي دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دنيا ودنياي، إلى آخر الحديث. حاضر إن شاء الله. السؤال الثاني، ماشي، حكم استخدام المذبحة، الزكاة العادية أو الإلكترونية؟ المذبحة الإلكترونية أو العادية؟ أو العادية. وحكم قراءة القرآن من الهاتف في غير الصلاة؟ حاضر إن شاء الله. حكم قراءة القرآن من الهاتف في غير الصلاة؟ حاضر. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. خادمك خادمك، وأنت تسعدنا والله. الله يرفع قدرك. جزاكم الله خير. الراجي. امين، جزاكم الله خير. واسال الله ان يرضي الشيخ مصطفى عدوي بالسلام يا رب. يا رب امين امين يا رب العالمين. امين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام كاتب. الاستاذ محمد من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد. احمد من السعوديه. احمد. استاذ احمد، انا اسف جدا، هو قال لي محمد. اتشرف بك. الله يسعدك يا شيخ. يا شيخ اللي قبل شويه اتصل ويقول السعوديه ومن السعوديه، هذا واحد اسمه ثائر الدراجي، هذا اسمه ايش؟ معلش قاعد عليا، اسمه ايش؟ اسمه ايش؟ ثائر الدراجي. وبيقول للمخرج انه اسمه صهيب، يعني بيدلس. هو يدخل بكل اسم، حتى يدخل باسم عمر رضي الله عن سيدنا عمر. عشان يقبلوه، عشان ما يعرف انه رافضي. يا شيخ هذا مسوي مسيرة في بغداد، ها؟ لو تشوفها في اليوتيوب، يسب الفاروق رضي الله عنه. انا عارف انه رافضي، انا عارف، انا كنت منتظره يتكلم عن 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 الصحابه، لكن هو اراد يضرب ضربا خفيا. يعني هذا مجرم يا شيخ. طيب يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. الله يجزاك خير. تفضل حبيبي. يا شيخ، لو واحد سني تشيع، هل يعتبر مرتد؟ لو واحد سني تشيع، ايوه، هل هو مرتد؟ إذا 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 انتحل عقيدة الرافضة يكون مرتد. أكيد يا شيخ، منهم بيسب الصحابة وبيسب أمهات المؤمنين وبيسب. لو صار رافضيا يكون ارتد. عقيدة الرافضة عقيدة كفر. لعنهم الله الدنيا وآخرة. طيب يا شيخ، شكرا جزيلا لك. سلام. راهن إشارتك، راهن شرس محمد. ماشي، أحسن الله لي. الأستاذ أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أشرف. فضيلة الدكتور محمد، ربنا يبارك في عمرك يا رب. يرضى عنك يا حبيبي. احبك في الله يا شيخ. احبك الله اللي احتني فيه، رضي الله عنك. اولا يعني انا اسف، احب ان اهنئك بزواج ابنتك، وللاسف كل ما اتصل للاسف ما بعرفش اتواصل مع القناه. رضي الله عنك، اشكر لك فضلك، هذا فضلك وادبك. ربنا يبارك لهم يا رب يا رب. امين. فضيلة الشيخ، الحديث إذا صح الحديث صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. إذا كان الإمام له أكثر من مسجد مثلا، والواحد عايز يصلي أربعة وممكن إيه يكمل في البيت وكمل كده، هل هذا يعتد ولا لازم يكمل الوتر مع الإمام، أو إن شاء الله حتى يكون له كذا إمام في المسجد، لو إمامين بيصلوا لصلاة التراويح؟ حاضر. فشرح الحديث ده رقم واحد. حاضر. السؤال الثاني، معلش يعني في تفصيل شوية، وأرجو إن حضرتك يعني لو حضرتك عايز تستفهم مني حاجة أقول لحضرتك عليها. حاضر حاضر حاضر. أولا
متوفاة لها ميراث، فالميراث دوت هي عندها بنات وعندها إخوة. تمام يا شيخ يا دكتور؟ عندها إيه؟ عندها إيه؟ أنا آسف. بنات، عندها ثلاث بنات وإخوة وأخوات من الأب والأم يعني. ماشي. تمام؟ فأول سؤال هو للأسف يعني السؤال ده فيه كذا حاجة. أول حاجة السؤال، في واحد من إخواتها أساسا ظلمها في ميراثها من أبيها. ظلمها؟ ظلم الست اللي هي المتوفاة. نعم. فهل هو لو هو ليه ميراث منها الآن ياخده ولا يحجب عنه ولا يعملوا ايه مع بعض في المسألة دي؟ دي من أول مسألة. ماشي. تاني مسألة، إن الست مثلا زوجها كان متغيب لمدة 6 سنوات. نعم. وما زال ما نعرفش عنه حاجة. هل هذا الرجل له ميراث ولا ليس له ميراث؟ ونفس الزوج كان مكتوب، كان لما عدنا نبحث في الأوراق مكتوب إن هو واخد عليه إيصال أمانة ب5000 جنيه. طيب وهي قبل ما تتوفى كانت قايلة يعني لأحد الأقارب منها إن الفلوس دي بتاعت البنات، يعني لو أنا هحج بيها أو لو مت تدوها لبناتي. ممتاز. 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 فبس أنا عايز أعرف توزيع الدنيا دي عامل إزاي، التركة بتاعتها. نعم. وهل زوجها ليها الحق في الميراث وهو متغيب بقاله 6 سنين، بس هو أخيرا علمنا إن هو على قيد الحياة. ماشي. بس وحكاية الإيصال الأمانة اللي أنا قلت لحضرتك عليها. حاضر تحت أمرك. جزاكم الله خير. تحت أمرك يا أستاذ محمد. أشكر لك أدبك. الأستاذة ندى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ ربنا يرضى عن حضرتك. أنا عندي 3 أسئلة بعد إذنك. بس في الأول أنا عاوز أعتذر لحضرتك إني طولت المرة اللي فاتت. لا ما في أي شيء. أول سؤال لحضرتك كنت سألت فيه المرة اللي فاتت بس أنا غلطت فيه. كيف يعني؟ كان الواحدة المنتقبة أحفاد أخوها أو أحفاد أختها. أحفاد مين؟ أخوها أو أحفاد أختها. بالله عليك، نعم هم محارم لها، تخلع النقاب امامهم. تخلعوا عادي. تمام. ثاني سؤال يا شيخ محمد، انا عندي ولدين هنعمل لهم عقيقه ان شاء الله بعد العيد. دلوقتي لو جبنا بهيمه تكفي عقيقه للولدين ولا ايه؟ انت عايزه على التليفون اجيبك يعني؟ نعم. اجيبك الان يعني على التليفون؟ ماشي. لا في على التلفزيون عادي. طيب ماشي. السؤال الثالث يا دكتور محمد، لو لها شروط، اللي هي البهيمه لها شروط، هتبقى شروطها زي شروط الاضحيه؟ نعم. لو لها شروط ممكن تعرفني ايه هي؟ حاضر ان شاء الله. ماشي، شكرا يا دكتور محمد. تحت امرك استاذ، تحت امرك، احسن الله عليك. نعم. ما اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ من معي؟ رضي الله عنك حبيبي. الاستاذ محمد. انا محمد من السعوديه. ايوه. رضي الله عنك استاذ محمد، تشرفت بك. ربنا يكرمك يا شيخ ويبارك في عمرك يا رب. انا يا شيخ كان ليا بس 3 أسئلة كده بعد اذن حضرتك. تحت امرك. نسال الله ان يرزقك زياره المدينه. انا ساكن في المدينه المنوره، بعمل في المدينه المنوره في السعوديه يعني. يا رب الله يفتح لنا يا رب، الله يفتح لنا يا رب. ماشي. كنت قرات حديث اول امس كده شيخ، اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليموت في المدينه فاني اشفع لاهل المدينه. هل الحديث ده صحيح؟ طيب ان شاء الله. السؤال الثاني، لو انا مثلا الشركه مش راضيه تزود راتبي وانا حابب ان انا اعيش في المدينه، هل هيبقى عليا شيء لو انا مثلا دورت على شغل خارج المدينه؟ حاضر. السؤال الثالث، كنت انا ان شاء الله اروح عمره انا وزوجتي الاسبوع القادم، وهي عندنا طفل صغير بترضع يعني، والمسافة من هنا من مكة المدينة بالسيارة حوالي 5 ساعات. أنا إن شاء الله هصوم، بس هي هل عليها شيء إن هي تفطر ولا؟ حاضر إن شاء الله. حاضر. لكن أنا أسألك بالنسبة للسؤال الثاني، أنت تريد تبحث عن عمل خارج المدينة للتوسعة ولا للضرورة؟ يعني أنت محتاج؟ لا يعني للتوسعة دلوقتي مفيش ضرورة. طيب إن شاء الله. ماشي، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. رضي الله عنك حبيبي وزادك الله ادبا. ما اتصل اخر. السلام عليكم. مع الاستاذ رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. الله يرضى عنك. واشهد الله عز وجل اني احبك في الله. احبك الله، نسال الله ان يحفظك يا رب. اللهم امين يا رب وياك. استاذن حضرتك يا شيخ، يعني سؤال واحد يعني الوقت كنت عايز اعرف بعض الاحكام
تخص ليلة القدر. نعم. واستاذن حضرتك يعني لو تذكر بعض الأدلة علشان خاطري يعني ربنا عز وجل يرفع شأنك يا رب، الواحد عايز يستفيد من حضرتك عشان بعض الأحاديث اللي هتقول إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتكلم فيها الجمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يحفظك يا رب. السلام عليكم. رضي الله عنك. عليكم السلام ورحمة الله. ماشي. بالنسبة للأستاذ محمد قال على أقراص البرشام. نعم. يقول هل تفطر ولا ما تفطر؟ هو كل ما دخل من الحلق يفطر. كل شيء هنا لو تكلمنا على الجوف، هذا المنفذ الرئيسي للجوف هو الفم. فالبرشام يفطر، نعم يفطر، البرشام يفطر. لكن هو بيتكلم أيضا قال حقن الكرجوز. أعتقد أنها حقن مغذية. وأنها تنزل منزلة الغذاء. بهذا يفطر الإنسان. لأنه هو الله تعالى أدار الأمر على الطعام والشراب والشهوة. قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال يدعو طعامه وشرابه وشهوته. فهنا الآن طعام وشراب وما نزل منزلة الطعام والشراب. الكركوز والمحاليل اللي بتعلق هذه تنزل منزلة الطعام والشراب. فإذا نزلت منزلة الطعام والشراب أخذت حكمه فيفطر بها. أما أي حقن أخرى حتى حقن الشرجية لا تفطر. والجوف اللي نتكلم عنه في مسألة الجوف هو الفم، والمنفذ الرئيسي له هو الأنف فقط. فإذا أخذ البرشام أو حتى حصى وإن كان ده في خلاف من العلماء يفطر بذلك، غير ذلك لا يفطر. نعم. شخص كان صام ومرض وانتوى مع المرض الفطر، اختلف فيه الفقهاء على قولين. قول الأول أنه إذا ترددت النية سقطت، إذا ترددت النية سقطت، والمعنى أنه بهذا يكون قد أفطر وعليه الإمساك وجوبا وعليه القضاء. والصحيح الذي ندين الله به أنه ما أكل ولا شرب فصومه صحيح. كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وطرو التردد على أصل العزم لا يؤثر فيه. طرو التردد على أصل العزم لا يؤثر فيه وهو صائم فيبقى على الصيام. أستاذ أبو شريف يقول يعني شراء الذهب بالتقسيط صحيح؟ سؤاله شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لأن هذا ربا، ولأن الذهب حتى ولو اختلفت الأجناس هنا ذهب وورق، ذهب ودولار، ذهب وجنيه. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصناف الربوية وإذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، والتقسيط ما في يدا بيد. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أدركت الإمام، يقول أدركت الإمام في الركعة الأولى لكنه يعني قارب الركوع ولم يسمح الوقت بقراءة الفاتحة. الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون بذلك، يقولون بأنه لو كان خلف الإمام الشافعي والمالكية والحنفية يرون بأن قراءة المأموم فلا يقرأ. لكن على قول الحنابلة والشافعي أنه لابد أن يقرأ الفاتحة. اتفقوا أيضا على أنها تسقط إذا ورد الإمام الركعة. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا من أدرك الإمام ركعا فقد أدرك الركعة، أو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. جاء موقوفا جاء مرفوعا، موقوف هو أصح من المرفوع. لكن اتفقوا بحديث أبي بكر أنه ركع خلف المسجد ثم دخل إلى المسجد وقال له، لما قال النبي ذلك قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمش من الخلف إلى الصف، لكن ما قال له أعد الصلاة. فقال العلماء باتفاق أنه خلافا للبخاري ولابن حزم، باتفاق من الأربعة قالوا بأنه إذا أدركه ركعا فقد أدرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفتح. قلت خلاف البخاري وابن حزم. وقالوا أيضا يلحق بذلك من ما كان في شبهه، يلحق بذلك ما كان مثله، بأنه يعني قرأ الإمام وانتهى وما في وقت يقرأ الفاتحة المأموم وستضيع عليه الركعة فيركع مع الإمام ولا يقرأ. والوصف الذي وصفه الأخ الكريم الذي أدركه ما في وقت للقراءة وهو على مشارف الركوع فركع، فنقول له اركع وركعتك تكتب لك صحيحة فلا تأتي بغيرها.
بيقول الدعاء في السجود أفضل أم تعظيم الرب؟ تعظيم الرب يكون في الركوع. قال أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم. فالسجود تكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء، والركوع تعظم الرب سبحانه وجل جل في علاه. وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، فتكثر من الدعاء قمن أن يستجاب لك. نعم، وأنت في السجود. محمود، الأستاذ محمود يقول جنائز يعني في صور، وهذا الصور دخلوا المقابر، فبيدخلوا المقابر يصلون الجنازة. طبعا هذا الصلاة في المقابر لا تجوز، وقد ورد أحاديث ضعيفة يعضد بعضها بعضا بأن الصلاة في المقابر لا تجوز، لا سيما لو صلى واتجه إلى القبر. لما صلى الرجل أنس بن مالك، مر عمر قال القبر القبر، قال حسبت يقول القمر القمر، وهو يقول القبر القبر، يعني إياك إياك والقبر، إياك والقبر. فالصلاة داخل المقابر لا تجوز، لكن هنا يصلي جنازة، يصلي الجنازة داخل المقابر. والله هذا مكروه، ولو لا ألا يفعل، لأنه الصلاة عند القبر لا تصح إلا إذا دفن المرء وهو لم يدركه، لم يدركه صلاة عليه، إلا أنه دفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة والرجل كان يقوم المسجد لما دفنوه ليلا، قال دلوني على قبره كما قال ابن عباس، فصف الصف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. يجوز، لكنه يأتي بالصلاة ويصلي داخل سور القبر لا، لا يجوز له ذلك. فالأولى يعني أن يصلي خارج سور القبر، ولأن نهي كما قلنا عن الصلاة في المقابر، وهذه صلاة واستثني منها فقط إذا دفن وفاتته الصلاة أن يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا خلاف فقهي بين العلماء. بيقول شيوخ بتقف على القبر وتعز الناس، صراحة الموعظة المتكررة على القبر هذه ليست من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على القبر وأخذ ينكت بيدي من عصا، قال فإذا نزل في قبري أتياه ملكان فأجلساني فأقعداني فيسألانه، نعم في ذلك، نعم فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيكم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كرره عند كل قبر وعند كل دفن. عمرو بن العاص لما قال إن أنا مت ف أهيلوا علي التراب، وقفوا عند قبري أستأنس بكم حتى أرد على أسئلة ملائكة ربي أو رسل ربي، وقال مقدار ذبح جزور وتوزيعها. فما قال عظوا الناس، حقيقة الأمر ليست العظة على القبر، يعني ممكن كلمة يسيرة دقيقة واحدة، لأنه هو عندما يعظ ويخطب بيضيع حق الميت، أنت أصلا مشغول بأمر والمشغول لا يشغل، وتقديم الأهم على المهم واجب، والأهم هنا هو الدعاء للميت، الأهم هنا هو الدعاء للميت. أما أنت تشغل الناس عن الدعاء للميت بمواعظك وخطبك لها مجال آخر، لكن أنت قل الموت خير واعظ وإننا مقبلون على هذا المكان فليعمل العاملون، واسكت، وبعد كده يعني يعطي المسائل الفرصة من أجل أن يسلم ويدعو على يدعو للميت أن يثبته الله تعالى في هذا الأمر العظيم. نعم، في سؤال أحد السائلين يقول هل يجوز تخصيص رمضان بالقنوت في الوتر؟ القنوت في الوتر في رمضان على السنة، ورد عن عمر الخطاب أنه أمر أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه أن يعني أن يقنط في الشطر الأخير من رمضان، وإن كان السند في ذلك فيه ضعف، لكن هو السنة أنه يقنط في الشطر الأخير من رمضان، وهذا خلاف فقهي بين الفقهاء، لكن يجوز القنوت، نعم يجوز القنوت، ولو قنط من أول رمضان لا إنكار عليه، فهو قول لبعض الفقهاء والأمر في ذلك يسير. نعم، بيقول أنه بيحب الكورة، ومين ما بيحبش الكورة يا أستاذ، لكن المفروض تتفرج على ناس بقى عندهم إتقان في اللعب والتمرس، حتى له المباح لابد يكون في إتقان، يعني عدم الإتقان في شيء يجعلك تزهد فيه، فلابد يكون في إتقان، يعني المباريات لابد تكون قوية، لكن أنت في رمضان يعني تشغل نفسك بالمباراة، يعني لو قلنا بعد ما صليت مثلا وأنت بتسترخي وبتستروح وشاهدت الأهداف أو شاهدت بعض جزء منها أولى لك، لكن أنت قبل رمضان بنصف ساعة
الوقت الذي احتدم فيه المسألة وأنك الآن قريب من الانتهاء وتريد أن تعدو يعني لتفوز وتحظى ووقت دعاء ووقت يعني خير فتضيعه في الكرة، ما أرى لك ذلك بحال من الأحوال. لكن كما قلت لك أفطرت وبعدين صليت واستغفرت وأنت تريد تستروح فسمعت ما في شيء عليك، لكن أنت في نهار رمضان طبعا يعني الوقت وقت دعاء والوقت وقت ذكر والوقت وقت استغفار والأذكار أذكار المساء، فالأولى لك ألا تفعل ذلك حتى لا يضيع عليك هذا الخير الكبير في هذا التوقيت العظيم. لكني لا أحرم الكرة ولا أحرم مشاهدة الكرة إلا إذا كانت تعصبا، ومسألة الميل في هذا الباب والنعارات الكاذبة ومسألة الولاء والبراء كل ذلك إذا تحاشيتها فلك أن تشاهد ليس فيها ثمة شيء. محمد أستاذ محمد أبو حمزة رضي الله عنه ورضي الله عن حمزة، ونسأل الله أن يحفظه بما أحسن إلى الأمة بتربية حمزة، وهو أنيق مهذب مؤدب فاضل، نعم، وأبوه أكيد خير منه، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. أستاذ محمد يقول في يعني سؤال عويس شوية، يقول الله جعل قال ما يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف يكون. نعم، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إن الله كان عليما حكيما، فالله يعلم ما كان كما قص علينا ما حدث من آدم وإبليس، يعلم ما يكون كما أوحى لنا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات والمستحيلات. قال لو أرادوا الخروج عن المنافقين لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، هنا شوف ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو خرجوا فيكم هم ما خرجوش، لكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهو بيقول طيب إذا قلنا بذلك، هو كان يقول اللهم أحييني إن علمت الحياة خير لي، هذا أمر ليس فيه ثمة شيء، ليس فيه مخالفة أبدا بأن الله يعلم مكانه ما يكون كيف سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن كنت تعلم أن الحياة خير لي فأحيني، يعني اللهم إن كنت تعلم وأنت تعلم إذا كانت الحياة خير لي فأحيني وإلا فأمتني وإلا لما رجع له. فالتقدير هنا للمحكمات لأن الله تعالى يعلم كل شيء، إن الله كان بكل شيء إيش عليما سبحانه جل في علاه. فيقول اللهم إن كنت تعلم أن في الحياة وأنت تعلم نعم خير لي فأحيني، فأنت الذي تعلم هي خير أم ليس في خير، وإلا التفويض كما قال هو في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم، شوف السياق يفسر لك هنا بقى، اللهم إن كنت تعلم إن كان هذا الأمر خير لي في إن كان هذا خيرا لي في 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 معاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم اقدره لي. قال إنك تعلم ولا أعلم وأن تعلم الغيوب، إنك تعلم يعني تعلم ما ينفع مما يضر، لذلك رجعت إليك وأن تعلم الغيوب. فالسياق كله يشرح لك أنني فوضت أمري له لأنه الأعلم، يعلم ما كان ما يكون ولم يكن وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال وأن تعلم الغيوب، والغيوب المستقبلية في هذا الغيب المطلق لله والغيب النسبي لله سبحانه جل في علاه، فلا خلاف ولا يعني معارضة في هذا الباب. أيضا قال المسبحة الإلكترونية أنا أرى بأنها بدعة وليس من السنة، هذه المسبحة بدعة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقدنا الأنامل بإيش؟ بالتسبيح، عقدنا الأنامل بالتسبيح، فإنهن مسؤولات مستنطقات، يبقى الأصل أصلا عندنا توقيف في التسبيح باليد، جيد. طب ما أنت يا أستاذ بتقول بأن السبحة هذه السبحة المدرجة 33 وغيرها المعقودة أنها تجوز، ما الفرق بينها وبين العداد؟ والله فوارق كثيرة. أول شيء أنا أقول التسبيح توقيفي، لأن عندنا في العبادات قاعدة تقول العبادات عبادات ذات هيئات توقيفية وعبادات ذات هيئات ليست توقيفية. العبادات التي هي ذات هيئات توقفية جاء النص بها، والتسبيح نفس الأمر، قال عقدنا الأنامل فإنهن بالتسبيح فإنهن مسؤولات مستنطقات، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الذي جرنا أن نقول بأن هذا التسبيح جائز
وانت تقول انه توقيفي، قلت نعم توقيفي، ولان قول الصاحب عندي توقيفي، ولان قول الصاحب وفعل الصاحب حجة ورد بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ارضانك، يأخذ النوى يعد وتأتي الجارية تلملم له ما عد وتعطيه اياه ويعد بالتسبيح. فورد عن ابي هريرة انه فعل ذلك. وايضا الحديث الضعيف الذي يستأنس به حديث الحصى، كانت المرأة تسبح بالحصى، فهذا الباب يعني فهذا الباب فيه تقوية للتسبيح أيضا بمسألة الحصى والعد فيها، وهو كما قلت فعل الصاحب عندي توقيفي. أما الإلكترونية هذه ما الدليل عليها؟ ما في دليل عليها. قد يقول قائل أنت فقيه وأنت أستغفر الله أنا طويل بعلم، أقصد يعني يقول للفقيه أنت فقيه وأنت أصولي والقواعد، يعني أما تعلم أن هذه تعتبر قياسا لا فارق بين العداد وبين التسبيح هذا؟ قلت لا، العداد هذا أنت ترى كل واحد يعني وضعه على يده وشغال ما بيسبحش بيضرب فقط. أنا رأيت كذلك من هذا الباب، وأقول 5000 6000 7000 9000، وهو في هذا الباب يأتي الرياء والسمعة، وأيضا ينشغل عن التسبيح. هو بيكلم يعني واحد بيكلمه ويقول له يا تسبيح، رجل كبير قال له التسبيح بها لم يرد بها دليل، قال له أنت كم سبحت؟ أنا مسبح 25000 تسبيح أهو الآن. فهي مسألة مصارعة في هذا الباب، فهذه أيضا مدعات للرياء، فهذه مدعات للرياء ومدعات أيضا لله، لأنه ممكن يلتهي فيها. طب ما أنت الثانية نفس الأمر، أقول لك لا الثانية كذلك، والثانية أقصاها 33 أو 99 وينتهي منها ويضعها، أما هذه معه في إصبعه ليل نهار ماشي بيها والناس ينظرون بذلك، ما هذا مسبحة بيسبح إيه الرجل التقي ده، كل يوم بيسبح، كل ثانية بيسبح، وهو مدعاة كما قلت الرياء والسمعة، ولأنه لم يرد عنها شيء. ورد في هذه السبحة التي العادية تكلمنا عنها، ورد فيها بسنة صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لذلك أنا أفرق بينهم. فالعداد بدعة، ومن يفعله يعني يريد أن يتقرب إلى الله سيتراجع يعني عن القرب من ربي جل في علاه، لأنه ما ابتدع أحد في دين الله بدعة إلا نزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخترجن من بين يدي أقوام. فأقول ربي أصحابي أصيحابي أمتي فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن بدل بعدي، بعدا لمن بدل بعدي. أستاذ محمد طبعا تكلم أيضا قال بقراءة من الموبايل، يصح القراءة من الموبايل حتى لم يكن متوضيا؟ حتى لو لم يكن متوضئا نعم، لأن النبي كان يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، هذا حديث صح عن علي، ومن ضعفه ليس له سبيل في التضعيف. الشيخ أحمد شاكر فصل ذلك في مسند أحمد في 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 الكلام على أحاديث المسند، والصحيح أنه حديث صحيح. كان النبي يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، فلك أن تقرأ من الموبايل وإن لم تكن متوضئا. نعم، لو قرأ القرآن من الموبايل وجاءت السجدة وهو غير متوضئ لا يسجد. طبعا مسألة فيها خلاف، ابن تيمية يرجح أن هذا ذكر، فله أن يسجد مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، يعني ساتر العورة مش ساتر العورة، متوضئ غير متوضئ، وده تيسير على الناس، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، لأن السجود جزء من الصلاة والجزء يأخذ حكم الكل، إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك، إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك، والمسألة ظاهرة في هذا الباب. قال من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة وأعطى الجزء حكم الكل، فلا بد أن يكون مستقبل القبلة متوضئا متطهرا ساتر العورة عشان يسجد سجود التلاوة. رضي الله عنك يا أستاذ محمد، أحسن الله إليك، لك فضل علينا أستاذ محمد فريد، حافظك ربي حبيبي. نعم، طيب الأستاذ محمد طبعا تكلم أنه في الأخ اللي اتصل بينا وقال أنا أريد منك كلمة صهيب، يعني صهيب وقال اسمه الدراجي، كلمة على الخمور وكما يقول. أنا أقول لك يا أخي الكريم، ما فيش على وجه البسيطة على وجه الأرض كلية، لا ترى على وجه الأرض كلية يعني ناس عندهم يعني كل كمال الطاعة دون أن يخلط معها معصية، تمحيد الطاعة دون معصية، طيب أو تمحيد المعصية دون الطاعة. روح لأمريكا، روح لبلاد الكفر وانظر، حتجد الناس بفضل الله فعلا يقيمون الليل يصلون، يعني قد أرسلوا صور في الفيس على
سكوير تايم سكوير صح، ولا اللي هو اللي هو اشهر شيء في نيويورك هناك. انا طبعا ذهبت هناك ووجدت وعرفت ما يحدث فيه، وبفضل الله جل في علاه. وطبعا ايضا هناك العجب العجاب، اخذوا الباسبور اغلقوه وقالوا توكل على الله. ليش؟ عشان المذكور ملتحي في هذا الباب، الله اعلم لما. لكن الحقيقه في هذا الباب ان هذا المكان اهو بيصلي فيه وصلوا فيه، يعني الناس جميعا صلوا فيه. ما فيش ما تجد مكان فيه تمحيط طاعه او تمحيط معصيه. ده اول شيء يا استاذ صايب عشان تعلم، لانك لا يمكن ان تعاتب في ايش انت بتتكلم في هذا. يعني انت في البلاد التي انت فيها بلاد طاهره كامله الطهر كانها قطعه من الجنه، ما فيهاش شيء من لوثه الشياطين. لو قلت بذلك اقول لك انت كذاب. كل البلاد لا تمحيط طاعه فيها ولا تمحيط معصيه، والغالب فيها هو الحكم فيها على الغالب. ولو ذكرت ان في البلاد المقدسه قد يحدث فيها شيء من المخالفات، نقول كما يقع في جميع البلاد فيها المخالفات، اول شيء بالنصح، والنصح برفق وبادب وبلطف، ومراجعه ولاه الامور ايضا في السر، وايضا حتى لو كان علنا في العموم ان الربا حرام، ان الزنا حرام، ان شرب الخمر حرام، تقول بذلك ناصحا امينا، لا شامتا، لا 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 مفسدا، لا لا مزعرا الناس على ولاه الامور. هذا ما يصح اصلا، وليس هذا من الدين، وليست عقيده السلف كذلك يفعلون ما كانوا يفعلون كذلك. فلذلك انا اقول لك لن تجد تمحيض الطاعه في بلد ما، ولن تجد تمحيض المعصيه في بلد ما، حكم على الغالب. كفاك يا رجل يعني الأراضي المقدسة وما فيها من العمرة والحج وما فيها من العلماء النبلاء الذين نشروا التوحيد في الدنيا بأسرها، يعني المدينة وما فيها من الخير الكبير، مكة والرياض. وتنظر إلى علماء الأمة، العلماء النبلاء، هؤلاء سادتنا وعلماؤنا طوق النجاة. كفى مكوس هؤلاء في هذه البلاد، خير ليس بعده خير. ومع ذلك لا ننفي أنه ممكن يقع ما يقع من المخالفات والمحظورات. كل بلد لابد ان يكون فيها كما قلت تمحيض الطاعه ليس واردا، وتمحيض المعصيه ايضا ليس واردا، فالحكم للغالب. فانا الان اخذتك بيدك لتكشف يعني عن 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 هذه البلاد المقدسه الكريمه بما فيها، لو ما فيها الا العلماء الذين لهم المكانه، وولاه الامور قد جعلوا لهم مكانه وحفظوا لهم مكانتهم، وايضا يسروا لهم ان ينشروا العلم للناس. والله لكافه نشر العلم يجب كل مصيبة ويجب كل معصية. ولست أدافع عن بلد بعينها، لكن بينت الحق والإنصاف. تمحيض الطاعة في مكان لا تجده، تمحيض المعصية في مكان لا تجده. حتى بلاد الكفر لابد تجد فيها طاعات، والحكم في البلاد على الغالب. والحمد لله هذه البلاد عامرة بالخير وبالعلماء والنبلاء ونشر العلم. وانظر إلى كتاتيب القرآن، وانظر إلى الدورات التي تعقد لشرح كتب العلم ونشر العلم بين الناس. هذه كفى لك أن تعلم قيمة هذا المكان. وأسأل ربي أن يكون ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. أنا لا أبتغي عند أحد ممدحة ولا مكانة ولا وجاهة. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لكني أتكلم بكلمة الحق التي أراها شرعا وعقيدة، ومن رآني أخطأت فليأتيني بعلم من عنده أنزل تحت قدمي، وإن كان يتكلم بالعاطفة والهوى والجهل فلا أسمع له. ما انا هنسرع في الاجابه، ماشي حاضر. الاستاذ محمد يعني قال بان بين هذا الرجل، لكن قال لو سني تشيع. قلت لو سني تشيع يعني اعتقد عقيده الرفض، هذا مرتد. عقيده الرافضه عقيده كفريه. وما زلت انادي في السماء الدنيا على الذين نادوا بالتقريب، طائفة أذهلتني ستقتلني. وما زال بعدما أطلق سيدهم عليهم رصاصة الرحمة رجعوا مرة ثانية أيضا للتقريب وللتحبيب. قوم هم أضل وأضر قوم على الإسلام. ألا تستفيق هذه الطائفة؟ ألم تعلم أن هؤلاء القوم يطعنون في الله، يطعنون في النبي، يطعنون في أبي بكر، في عمر، في عثمان، يطعنون في جميع الصحابة، يطعنون في فراش النبي، يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في القرآن. ما لكم؟ ألا تبصرون؟ ألا تفقهون؟ ألا تعلمون؟ ما الذي يحدث؟ أم هي مسألة يعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ الكلام باطل، كلام باطل إن كان على إطلاقي، لكن له تعقيدات تصح بها. فحقيقة الأمر إذا اعتقد عقيدة الرفض فهو كافر مرتد.
لأن عقيدة الرفض عقيدة كفرية، في القرآن عقيدة كفرية، في النبي عقيدة كفرية، في الصحابة عقيدة كفرية، في الله عقيدة كفرية، أيضا في آل البيت على ما يعتقدون من الغلو جعلوهم أربابا من دون الله جل في علا. أشرف يقول يعني حديث مسند أحمد ده حديث صحيح، وطلب صحة الحديث، حديث صحيح، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. إيش معنى هذا الحديث؟ يفهمونه على غير وجه، معناه أنه لو صلى مع الإمام حتى أوطأ، وطبعا صلاته مع الإمام أنه يسلم مع سلام الإمام أو يزيد عليه، يعني إن أراد أن يصلي منفردا مع نفسه يبقى يوتر الإمام، عندما يسلم الإمام يأتي هو يقوم يأتي بالركعة يشفع حتى يوتر آخر الليل، عنده صلاة أخرى له ذلك، لكن المهم أنه يسير مع سير الإمام ينتهي مع انتهاء الإمام. ما معناها بقى كتب له قيام ليلة؟ يعني من أول العشاء إلى الفجر، كتب له قيام ليلة يعني من أول العشاء إلى الفجر. ولكن طب ما صلاش الوتر وصلى معاه إلى ثمان ركعات ومشي، نقول كتب له قيام الليلة، نعم يعني هذا القيام فقط الذي كتب، لكن لو كان مع الإمام وسلم مع الإمام يبقى من العشاء إلى الفجر هو يقيم الليل. صلاة التهجد هذه التي تصنع ليس لها أي دليل من السنة، ليس لها أي دليل من السنة. أما بعدين يزيعوا طب احنا صلاة التهجد الساعة 2 ونجتمع، أخشى أن تكون هذه من البدع، أين الدليل عليها؟ أنا أريد دليل واحد عليها في هذا الباب، ما هم يصلون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الناس هنا، يقولون السعودية بيعملوا كده، السعودية فوق رأسنا والحرم فوق رأسنا، نحن نسأل عن الدليل، ما الدليل في هذا الباب؟ لكن لو قوم أرادوا أن يصلوا من أول الليل لآخره ما في أي رد عليهم ولا غضاضة ولا في إنكار، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي صبح فليوتر بواحدة. لكن من يقول أننا الآن نزيع عن صلاة التهجد بعد ساعتين تعالونا عشان نصلي؟ من أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على هذا؟ أما صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، عائشة تقول ما 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 زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان عن ثمان عن 11 ركعة. أما صلى بهم مش الذي جمعهم هو عمر بن الخطاب، مش عمر بن الخطاب هو الذي جمعهم، هو الذي نظر في ذلك وبعدما مدح ما رآه قال والتي ينامون عنها أفضل منها، التي ينامون عنها اللي هي صلاة آخر الليل، والتي ينامون عنها أفضل منها، يعني معناها أن هم ما كانش بيجمعهم لا للتهجد ولا في العشر الأواخر ولا في العشر الأوائل. فمسألة ان انا ازيع واجمع الناس وتعالوا في التهجد هذه خلاف السنة، ليست سنة، انما يصلي عادي، دخل المسجد وجد الناس بيصلي فصلى معهم يجوز، لما جاءت وفاقا جاز ذلك، لكن انا ابتدئها وادعو لها هذه ليست من السنة، واخشى والله الاستماع عليها تكون بدعة. نعم احسن الله اليك. طيب نختم، عندنا اسئلة اخرى تكون غدا ان شاء الله. طيب خلاص تكون غدا ان شاء الله الاسئله الاخرى، سامحوني انا وصلت لهذا الاخ الكريم، معلش بس اديني دقيقه. سؤاله الثاني، متوفى لها ميراث، هو تكلم على انها ماتت وتركت بخمس بنات واخوه اخوات، الخمس بنات لهم الثلثان، انا اعطيك حصيله الارث فقط وبعدين نتكلم على المسائل الاخرى، خمس بنات لهم الثلثان، طيب لهن الثلثان، والاخوه والاخوات الباقي طالما ذكور واناث، الباقي للذكر المتحذر الأنثيين في باقي الإرث. يبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى أن أخاها ظلمها في إرث أخيها، يخصم هذا الظلم، يخصم منه، هو له إرث منها للذكر المتحذر الأنثيين، فينظر إلى سهمه إلى نصيبه ويخصم منه ما ظلمها فيه من ميراث أبيها. هذه خلصنا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، زوجها ست سنين مش موجود، ما جاش بعد كده علم أنه حي، له في الميراث، له في الميراث. طب هو له في الميراث؟ نعم، لأنه زوج له في الميراث. وأقول هي قالت وله 5000، كان مكتوب أخذ ورقة هي كاتب عليه 5000 شيك أو شيء أو كمبيالة مكتوب عليه 5000، وقال قبل أن تموت الخمسة آلاف للبنات، يبقى إذن هو له الميراث وميراثه بذلك له الربع، له الربع لأن في ولد وارث، طبعا وجد الفرع الوارث هو له الربع، فنقول له الربع ويؤخذ منه 5000 منه من نصيبي في هذا الباب، ويورث، نعم يورث، حتى لو ست سنين غاب هو لم يحكم بموته وهو قد ظهر، إذن هذا حقه، هذا زوجها، والزوجية سبب من أسباب الميراث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية إلى آخر الآية. بهذا نكون قد أجبنا على الأسئلة، سامحونا إن شاء الله الأسئلة الأخرى تكون غدا بإذن الله تعالى،
واستميحكم عذرا الوقت قد ازف، هم منحوني وقتا جزاهم الله كل خير. اشكر لك يا استاذ محمد والحاج هاشم رضي الله عنكم، جزاكم الله عنا خير. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها هذه خالصه ولا تجعل احد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسال الله جل في علاه ان يحفظنا ويحفظكم. اللهم وفق ولاه امور المسلمين للحكم بكتابك، العمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، واجعل لهم بطانه الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.